السلام عليكم. انا الخاله ديال الطفل اللي بغى ينتحر من الطابق الثالث اللي حاولوا يعيش الجيران اللي دخلوا، الله يجزيهم بخير. شكرا للمغاربه اللي ضمنوا معاه كاملين، كنشكرهم بزاف. هاد الطفل بالنسبه لي انا يعني طفل كيعاني من اللي عنده عام ونص، هو كيعاني. هاد الدري ديتو، انا توفات الاخت ديالي وديتو، حيت ما عنده ولا جدو ديال الاب ولا ديال الام نهائيا. يعني اضطريت انا باش ندي هاد الدري، وقلت له الولد ديالك يعني من تحسن الوضعيه ديالك ماشي مشكل، نعطيك الابن ديالك في اي لحظه. ملي تزوج هو وداك الشيء قال لك عطاني الابن ديالي، عطيته ليه. دا هاد الابن ديالو عاش معاه تقريبا شي مده 6 شهور ولا ما كاملاش. اضطر عاوتاني غوت لك يقول لي انا الطفل ديالي يعني المراه سمحت فيه مشات بحالاتها، واش نجيب لك الطفل؟ قلت له انا ما دابا ما تسمحليش الوضعيه ديالي. هز داك الطفل ودا عاوتاني للعمه ديالو كاينه في مدينه القصر الكبير، ما صافي دا داك الدري حطو تمايا، بقى عاوتاني مع العمه ديالو تقريبا شي 6 شهور. مشيت انا كنشوفو كنلقاه يعني العمه ديالو مسكينه حتى هي على قد الحال، مهليه فيه بالنسبه للحنان بكلشي، ولكن بالنسبه للماديات ما كاينش، حاله ضعيفه. اضطريت باش نتصل به، قلت له راه الام ديالك بحال لا يرثى لها، واش ممكن نهز هاد الدري ربي مع وليداتي؟ حاجه وحده اللي تعاونني فيها هي تصرف تخلص لي واخا على المدرسه، حيت انا وليداتي يعني كنت كنقراهم في بخيفي. قال لك واخا، اضطريت نهز داك الدري وديتو. صافي ديتو داك الدري، دخلتو المدرسه وداك الشيء، يعني فيما كنقول له صيفط لي عاوني فلوس المدرسه، كيقول لك انا ما عنديش، انا الكرا، انا ما خدامش، انا جالس، يعني لواحد الظروف ما نكذبش عليك دار فيا انهيار اعصابي. باش اضطريت انا عاوتاني نهز داك الطفل، كمل واحد الاربع سنين، هزيت داك الطفل عاوتاني وديتو ليه، طلعتو ليه حتى لدارهم في كاينه دارهم، يعني هو شاد الكونجي ديالو طلع لدارهم يعيد في دارهم. هزيت انا داك الطفل وديتو ليه، حيت ولا كيستفزني. ها انا جاي والطفل انا حبستو المدرسه حيت ما بقيتش كنخلص المدرسه، الله يحسن العوان، يعني ظروف خاصه. يعني ملي حبست داك الدري تقريبا الدراري بداو في شهر 9 وهو جالس لي في الترتان شي شهر 10، هو جالس كنقول له راه الاب ديالك راه ما عنده خروج المدرسه، تجي انت تقيدو. كيقول لي انا جاي اليوم 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 اليوم. السيد راه كيدوز كونجي مع راساته. مني ما نكذبش عليك انا تعصبت، هزيت داك الطفل بحال هكاك وديتو ليه لدارهم، سمحت فيه وجيت حالاتي. يعني الدري ولا بحال لا يرثى لها، كيتعصب كيدير بزاف د الحوايج، صافي وحل به ما لقى ما يدير. ولا هاد السيد غادي عند ختو كيقول لهم حطوا لي شدوا لي ولدي، حتى واحد رفض، حتى شي واحد ما يقال يهز له داك الدري. طلع هنا لطنجة بقى كيقلب على الحضانه شكون اللي يهز ليه ولده، ما كاينش اللي يهز ليه ولده، ولا كيتصل بالاخ ديالي كيقول له عيه دار معاها تهز لي ولدي وانا غنصير عليه، واللي بغات ما نديرو معاها نديرو معاها. صافي داكشي اللي درت انايا، قلت له ماشي مشكل حيت الدري متعلق بيا لواحد الدرجه ما تصورش. جيت عاوتاني طنجة، يعني انا مضطره دائما خصني انا اللي نجي، هو كيقول لك ما يجيش. هزيت عاوتاني سمحت في خدمتي وجيت طنجة هنايا، هزيت داك الدري قلت له عاد دير معايا لوازم قانونيه. قال لي ماشي مشكل اختي ندير معاك اي حاجه. هزيت قلت له عاد تنازلي على هاد الطفل بالتزام في المقاطعه وتعطيني الشيك ديال 1000 درهم باش نخلص المدرسه وعاد تصير على ولدك. قال لي صافي اختي غندير معاك بالله 700 درهم تبقى توصلك في الشهر. داكشي اللي درت، مشيت للدار كنساين هاد الشهر عيصيفط لي، هاد الشهر كيقول لي راه ما خدامش، هاد الشهر ما عنديش، هاد الشهر ما كاينش. يعني اضطريت باش نتجه للقانون، اتجهت للمحكمه، يعني على داك الالتزام طلعت انا ورق ديال الدري باش نتكفل به. انا عام وانا طالعه من طنجه باش نتكفل بهاد الدري، وكنعاني يعني الامرين امام الماديات وامام المعنويات في هاد الدري هذا. ملي وجدوا لي الورق وداكشي صافي دعيتو على اساس النفقه. ملي دعيتو كيقول لك انا ما نعطيش النفقه واخا ندوزها حبس. صافي شدوه في الحبس تقريبا شي شهر ولا ما شهر ونص انا ما عارفاش. من بعد صافي انا ما نكذبش عليك، انا الدري كيبقى فيا، ولكن كاينه الظروف. الدري كيكبر، كتكبر معاه المسؤوليه، هو كيقول لك ما يصيرش على الابن ديالو. انا اضطريت بالله هذا العام قلت له عاد سالي ولدي القرايه ديالك، عاد تمشي تكمل القرايه ديالك مع باباك. الدري رافض، ولكن واخا هكا بضغطت عليه صافي هزيتو وتلقينا للقصر. قلت له تلقاني عين الاخ ديالي دخل، انا ديجا ما كنهضرش معاه حيت ما عندي معاه شي علاقه، يعني الاسلوب ديالو خايب. واش انسان يهز لك ولدك ومحمل لك المسؤوليه به ورغم ذلك ما كتسمعي حتى شي كلمه زوينه، وعاد المعيور من الفوق والتهديد، هادشي يعني انسان كيهددني في التليفون. اضطريت انا باش نعطيه الاب ديالو. داك الدري كيبكي، خليته بحال لا يرثى له، هو كيبكي وانا كنبكي، لدرجه ملي ركبنا من مدينه سالا وهو كيبكي توصلنا لمدينه القصر الكبير.
صافي هز داك الدري ولدو ودرت ليه الخاطر قلت راه تمشي تجلس مع باباك عيسي معنا هادي تتولف قلنا الدري تيضطر تيولف ملي مشى داك الدري يعني ما التليفون ما كيقطعوش بالمكالمه معايا كيقول لي ماما انا غادي نرجع ماما انا غادي ندير ماما هادي كنقول ماشي مشكل خليه يهضر معايا ماشي مشكل عاد تيولف يعني من نهار اللي مشى هو كيبكي لدرجه اش كنقول له حاول خرج كنهضر مع الاخ ديالي كنقول له حاول قول لي خرجو يدي مع القهوه هادي هادي كيقول لي رانا كنخرجو ملي كنهضر مع الدري كيقول لي ماما راه ما كنخرجش راه نعيف في الدار سادين عليا الباب ومخليني في الدار صافي حتى نهار اثنين كيصوني عليا كيصيفط ليا فيديو هذا اوديو كيقول لي ماما انا راه في الدار ورا بابا كيضربني ودابا انا عندي شي حاجه في راسي بقيت كنهدد فيه انايا كنقول له صافي ودي هادي نهار اثنين في العشيه انا جيت للدار كنتصنت بلا السيد كيصوني عليا من التليفون كيقول لي واش عندك شي واحد سميتو فلان قلت له اه راه ولد الاخت ديالي وانا اللي مربيه قال لي ودي راه هرب الاب ديالو وها هو عندنا قلت له الله يجزك بخير شدو عندك تنتصل بالاب ديالو باش يجي عندك راه هو حتى هو كيقلب عليه يا هادي داك الدري بقى كيبكي كيقول لي ماما اجي ليا دابا اجي ليا دابا كيغوت قلت له شوف انا عطيتك لباباك صافي باباك يتحمل المسؤوليه يا هاديك من بعد صافي لا غد ليه الدري يعني ولا بحال هستيريا من قطع ياسو صافي ما يبقاش يجي عندنا صافي لا غد ليه كي يمشي يعني نشرجم وباغي ينتحر يعني تما فاش الجيران الله يجزيهم بخير دخلوا كوما دخلوش الجيران يعني كتبقى كارثه هاد الدري ورغم ذلك هاد السيد باقي مصر بلا ما يتنازلش على ولدو وما يصيرش على ولدو انا ما فهمتش هاد السيد شمن حال باغي ندير معاه واش هذاك ولدو ولا ولدي انا بغيت عين نفهم الا كانت الابوه بحال هكا لا حول ولا قوه الا بالله هادشي اللي كنقول حسبي الله ونعم الوكيل حتى الزوجه الثانيه ما بغاتش تربي معاه ولا بالنسبه للزوجه انا زعما ما عندي بها حتى شي علاقه حتى يلاه عاد تزوج بها هادشي ما عرفت زعما شي حاجه يعني ما رفضتش درجه الدري من نهار اللي مشى سيمانه خدا الصاك ديالو كمد الصاك ديالو هكاك باقي بالحوايج محطوط هكاك بحال الدري زعما جاي يدوز عنده معي عطله سيمانه وغادي بحالاته حتى الحوايج ما رتبهمش في الماريو بحالو بحال الاب ديالو يعني كون كان شي وليدات مربي معاهم راه ملي عيجي الاب ديالو عيهز الحويجات ديالو عيرتبهم له في الماريو ديالو الصاك مد هكاك بقى محطوط يعني بحال الدري زعما زايد عليهم كاين شي دري اللي ولدو يسد عليه نهار كامل هو سد عليه نهار كامل يعني الدري حتى من الحوايج من نهار اللي مشاو انا كنشوفو بديك الحوايج كنقول له سير بدل الحوايج ما كاينش مراقبه ما كاينش زعما لا حول ولا قوه الا بالله دابا تينا جيتي على اساس تدي معاك خلاه لك او لا هاد السيد انا حنا مشينا كتدخلت بنت عمتي كتقول له زعما الاب ديالك اجي دير مع هاد السيده شي حل كيقول لها انا ما عندي ما ندير ليها بغات تهز الدري وتمشي ما تتبعني حتى بشي حاجه الله يعاونها ما بغاتش انا ما نعطيها باش تنقي سنانها هكا بهاد الالفاظ هادي ما نعطيها باش تنقي سنانها وانا ما عتنزلياش على الدري وبغى الولد يعيش معايا هو هذاك ما بغاش يعيش معايا الا جبتو بغى يدير شي حركه ولا بغى يهرب الله يعاونو انت الخيريه هذه هي هذا هو اخر كلام اللي عنده هو وانا دابا غنتابعو انا غنتابعو قانونيا غنتابعو ما عندي حتى شي اشكال حيت هاد السيد ما بغاش يتواطى الارض وما بغاش يدافع على ولدو انا ولدو كنحس بالدري يعني بحال هيستيريا لان اضطريت نديها طبيب نفساني طبيب نفساني خاصك امكانيات باش تعالج هاد الدري يعني هو عايش حياته انا مع ولد الناس وخدامه وبزاف ديال الامور يعني هاد الدري ما عطيش الاب ديالو اعتبار باش يحس بهاد الدري راه هو عنده اب لدرجه الدري كيقول لك انا مقطوع من الشجره هادشي اللي كاين وشكرا اخويا الله يجزيكم بخير